ما هي ردود فعل تصريحات الروسية بشأن القنبلة القذرة؟ كما هو معروف، الغرب لم يرفض فقط التحذيرات الروسية بخصوص امتلاك القوات الأوكرانية للقنبلة القذرة ومحاولة استعمالها لاتهام الجانب الروسي فيما بعد بأن روسيا هي من تقوم باستعمال أسلحة ممنوعة. الغرب وصف التصريحات الروسية والتحذيرات الروسية بأنها ادعاءات كاذبة باطلة، الهدف منها من الجانب الروسي هو زيادة التوتر والانتقال بالحرب الروسية إلى مرحلة أخطر بحسب التصريحات التي رصدناها من عدد من العواصم الغربية. موسكو تعاملت مع هذه الانتقادات الغربية بنوع من الليونة، هذا لمس في تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصف رفض الدول الغربية للتحذيرات الروسية بأنه أمر غير جدي في الوقت الذي تحذر فيه روسيا من هذه التطورات الخطيرة، مؤكدا بأن المعلومات التي تمتلكها روسيا موثوقة للغاية، وسترفع روسيا هذه المعلومات في جلسة اليوم، جلسة طارئة في مجلس الأمن اللي تناقش فيها إمكانية استعمال القوات الأوكرانية لما يصفه الجانب الروسي بالقنبلة القذرة. المتحدث أيضا باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن المعلومات الروسية موثوقة ولروسيا الكثير من الأدلة التي تثبت بأن القوات الأوكرانية تمتلك هذا السلاح وتريد استعماله في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وقال بأن موسكو ليست معنية بتصديق الدول الغربية للتحذيرات الروسية، لكن الأمر خطير ويتطلب الكثير من الجدية. وزارة الدفاع هي الأخرى بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو بالأمس، رئيس الأركان فاليري جيراسيموف أجرى اتصالات هاتفية مع نظريه البريطاني والأمريكي، ناقش في هذا الاتصال بحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية مسألة امتلاك القوات الأوكرانية للقنبلة القذرة. بيانات وزارة الدفاع أشارت بأن الجانب الأوكراني ليس بالبعيد عن امتلاك هذا السلاح، وبأن أوكرانيا تمتلك مخزونا من المواد المشعة التي يمكن استخدامها في إنتاج قنبلة قذرة، خاصة وأن وزارة الدفاع أشارت في بيانها بأن هناك اتصالات عالية المستوى بين الرئاسة الأوكرانية وجهات عليا في بريطانيا لتزويد الجانب الأوكراني بتكنولوجيا تسمح له باستعمال وتصنيع هذه القنبلة في وقت قصير جدا، هو الأمر الذي تحذر منه موسكو. بالأمس ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا كتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في هذه الرسالة أكد ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن بأن روسيا لم تتحدث عن إمكانية استعمال الأسلحة النووية في أوكرانيا لا على لسان الكرملين ولا حتى في بيانات وزارة الدفاع الروسي، وأشار إلى أن في حال ما إذا استعملت أوكرانيا ما يوصف بالقنبلة القذرة فستصنف روسيا هذا التطور بمثابة الإرهاب النووي، ستكون هناك تداعيات خطيرة من طرف الجانب الروسي.